كملين فرح بصباحنا لليوم، ووصلنا لفقرتنا الإنسانية اللي دائما صباحاتنا ما بتخلى من هيك فقرات. اليوم حيكون لنا وقفة مع مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. طبعا كان إلى هاي المؤسسة بصمات كتير مهمة على الأرض، حنضوي عليها وحنضوي على 2022 أهم الأحلام والمنجزات إن شاء الله يلي رح تتحقق ضمن هاي السنة الجديدة. ضيفنا اليوم الدكتور بهجت عكروش، وحضرتك رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. أهلا وسهلا بحضرتك. حلو سعد. صباحك دكتور. صباح الخيرات. كيف صحاي أهم شيء؟ نشكر الرب والحمد لله، الأمور بخير وإن شاء الله بلدنا بخير، وإن شاء الله أنتم وكل الناس بتكون بخير يا رب. إن شاء الله يا رب. دكتور، مبدعون من أجل الوطن، يمكن هذا العنوان الكبير يلي كنا مترافقين سوا على مدار العمل. خلينا نرجع نذكر بأبرز المحطات، خلينا نحكي عن يمكن حتى مرحلة التعاون بينه، إن كان بين وزارة الثقافة أو التربية، المؤسسات والهيئات، هذا العمل الكبير يلي شفناه بالمرحلة الأخيرة. طبعا يسعد صباح الجميع، ودائما منقول ان شاء الله الانتصار لبلدنا وتحدي كل ظروفنا القاسيه اللي عم نساويها. طبعا عم ببلش من هون لانه دائما بيقولوا لنا انه انتم اي ابداع، ونحن في هالحالات هي وفي حاله ازمه والى اخره. الابداع موجود في كل الاوقات. نعم. الابداع هو الخلاص، لانه نحن نفكر صح، نطلع بمشاريعنا صح، وبالتالي ننطلق للحياه بشكل افضل. المؤسسة طبعا هي لرعاية الإبداع والتميز الثقافي والعلمي والفني، أخذنا هذا البعد بعيدا عن عمل المؤسسات الأخرى الخيري. طبعا نحن نؤمن بالخيرية ونؤمن بالعمل الإنساني لابد منه، لكن أيضا نحتاج إلى فكر، ونحتاج إلى إبداع، ونحتاج إلى تفكير مستقبلي ليس فقط في الحالة الحالية. من هذا المنطلق انطلقت مؤسسة مبدعون من أجل الوطن، من خلال رعاية حالات الإبداعية، إن كان كشباب ولا كان كأفكار إبداعية أو حتى كمشاريع إبداعية. نعم. لأنه نحن يجب أن نركز على هذه الشريحة لننطلق للأفضل. ما بنيها تسافر، ما بنيها تترك البلد وتطلع، لأنه فعلا عانينا من كافة الشرائح، إن كان أطباء وإن كان فنانين إن كان نحاتين، من كافة الأنواع كله عم بيهاجر. واليوم في شباب عن جد عندهم عقول جبارة، خلينا نقول رائعة فعلا. فنحن ما بدنا هون يسافروا، بدنا يبقوا بالبلد، لأنه نحن بمرحلة إعمار فضروري يكونوا موجودين. ست فرح، يعني بالمية مية هذا الكلام تحكيه هو كل الدقة، واللي تأكيدا على هذا الموضوع نحن حاطينه هدف من أهداف المؤسسة، أنه الحد من هجرة المبدعين والمفكرين إلى خارج الوطن. لأنه هذا نزيف حقيقي عم يقتل الوطن بصراحة، ونحن في أمس الحاجة له. الدولة عم تتعب وتدفع مصاري وعم تهيئ هذا الشاب من هو صغير ليصير خريج جامعي أو معه ماجستير أو دكتوراه، فجأة منلاقي من قدمه نحن على طبق من ذهب إلى العالم الغربي. طيب اللي عم ياخذوا ويستفيدوا، هذا الاسباب كثيره، وهي عباره عن 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 خطه عمل كثير كبيره لازم تكون للدوله في كيفيه الحد من هذه الهجره، كيف يمكن ان اربط هذا الشاب بفكره وبعطائه وبابداعه بأرضه وبانتمائه. طبعا ليس فقط بالشعارات، وليس فقط انه يجب ان تكون الشباب أنا محتاجين الدعم، محتاجين تأمين الفرص كرمال يلاقوا حلمهم. يعني اليوم اذا بدنا نحكي هيك بالعامية، اليوم صار حلم الشاب انه يتزوج، يعني هو غير قادر انه يعمل شيء. هذا يمكن يا ريت انه حتى على ادنى من هيك صار الشاب يفكر. نحن من هذا المنطلق مؤسسة مبدعون نقوم بواجبنا، نحن لسنا بدلاء عن دولة، نحن أكيد جزء من هذا الحضن الدافئ اللي هو الدولة والحكومة، لكن نحن عم نحاول نقوم بواجبنا من خلال الأفكار والمفكرين الموجودين، المثقفين الموجودين ضمن تعداد المؤسسة، عم نحاول نرسم سياسة معينة اجتماعية نربط هذا الشاب بأرضه بوطنه من خلال الاحتضان لإبداعه لفكره الإبداعي اللي نحن شفناه ببدايات الأزمة. شفنا كثير من الشباب المبدعين والحالات الإبداعية اللي موجودة، وللأسف أنه بدأت تتلاشى لأنه ما كان في حاضن لها. الدولة طبعا ما فينا نلوم الدولة، لأنه الدولة مشغولة بأمور أكبر بكثير، اللي هي فكرة الأمن والسياسة والحرب والاقتصاد وإدارة هذه الملفات. بهذا الإطار دائما بالأزمات يكون العمل الأساسي للمجتمع المدني أو للمجتمع الأهلي، هو المفروض يطلع بواجباته. نعم. من خلال مثل هيك مؤسسات اللي نحن نفتخر أنه نحن أخذنا هذا الدومين معين بالمؤسسات، وأخذنا فكرة رعاية الإبداع والتميز قدر الإمكان. لا نقول أنه نحن ندعي أنه هلأ رح نستوعب الشباب السوري كله ونقدم له، لكن نحن نقوم بواجبنا من خلال
رسم سياسي له، رسم خطة عمل له، رعاية إبداعه، تدريبه، صقله، تقديمه إلى سوق العمل. نأخذ أمثلة عن هاي الرعاية ولو مثال يعني كرمال نوضح الفكرة بشكل تمام. اليوم كيف أنتوا عم تدعموا هذا الشاب؟ شو عم تقدموا له؟ أنا خليني أقول جاوبك هذا الجواب بشكل كتير لأنه هو مهم جدا، لكن حقول شغلة. نحن حديثي العهد، يعني منشان نكون منطقيين وواقعيين نقول نحن شو عملنا أو ما عملنا. نحن كان يعني أطلقنا المؤسسة ب 3/9/2020 ونفتخر أنه نحن وصلنا لهذا المكان بهذا العمر القصير جدا. لكن كانت المرحلة الماضية هي مرحلة بناء، مرحلة تأسيس للمؤسسة، لكيفية إدارة مشاريع، لكيفية إقامة مشاريع مع الجهات الأخرى. من هون كان اللي تفضلت فيه فرح فيما يتعلق شو عملنا نحن اتفاقيات، شو عملنا علاقات، أسسنا لأرضية لنقدر ننطلق منها. نحن اعتبرنا يعني بشكل رسمي انه العام الماضي هو كان عام التأسيس، عام التأسيس هو كثير مهم، وهو مهم جدا طبعا، لانه نحن على مقولة دائما بنقولها نحن مستعجلين كثير لكن ماشيين على مهلنا، نمشي بتأودة نلحق المهل نلحق، لكن دائما العجلة احيانا ما بتوصلك طبعا، بالعكس بتأخرنا كذا خطوة لورا. لذلك نحن صح مستعجلين كثير لكن ماشيين على مهلنا، عم نأسس صح بعلاقات مع وزارة الثقافة، عملنا اتفاقية واتفاقية كبيرة ونوجه لهم الشكر للسيدة الوزيرة، لوزير التربية الأستاذ دارم طباع أيضا كان في قمة التعاون مع المؤسسة، وعملنا اتفاقية أولى للمؤسسة مع وزارة التربية، والآن يعني في مشروع كبير جدا وضخم جدا وسيكون على مستوى الشرق الأوسط بإذن الله، إذا ما كان على أكبر من هيك، اللي هو تم اتخاذ الموافقة على إقامة المدرسة الإبداعية. طبعا المدرسة الإبداعية اللي هي رعاية الإبداع ضمن حالات الذكاء، يعني ليس فقط التحصيل العلمي وإنما باتجاهات أخرى، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل بالتحضيرات، يعني نحن نحتاج إلى أكثر من عام ويمكن عام ونصف بالتحضير لإطلاق المدرسة. احنا أخذنا الموافقة وحطينا الدراسة، لكن تحتاج إلى مناهج، تحتاج إلى إعداد الأهل، إعداد المعلمين، المعايير القبول، تحضير المخابر الموجودة، لذلك تحتاج إلى وقت طويل. فنحن بدأنا بالحالة هي من رعاية الحالات الإبداعية عند الطلاب. في طبعا على المستوى الثقافي في عنا هلأ حاليا حنطلق إن شاء الله جائزة مبدعون السنوية اللي هي ترعى الحالات الإبداعية الثقافية. في الحالات الشعرية والموسيقية. فنحن القصد أنه نحن وطبعا في عنا مجموعة مجالات في تدريب قدرات الشباب السوري، استقطابه وبالتالي تعليمه كيف ممكن يتعامل مع الحياة، كيف ممكن يهيئ نفسه لمشروع، كيف ممكن يفكر ببناء مستقبله، كيف يكون طموحه يعني متسلسل، ما يكون ينط لقدام ويقول أنا ما حققت شيء. إذا نحن عندنا مجموعة أمثلة حاليا هي مشاريع تم الموافقة عليها ويتم التحضير لها، وبالتالي إن شاء الله هي حتكون يعني مثل ما أقول خطوة أولى لفتح باب أمل للشباب. ونشكر رب العالمين أنه نحن عن جد أنه معظم الشباب والصبايا المنتسبين لهذه المؤسسة والموجودين أو حتى الرؤية العامة أنه على الأقل ما يمكن في بصيص أمل أنه في حدا يمكن يعمل حدا شيء، في ممكن يعمل شيء. وطبعا مشكورين كل المؤسسات الأخرى والجمعيات الأخرى التي تعمل ضمن تفكيرها الخاص. بس عفوا دكتور، يعني نحن اليوم عم نحكي عن ناحية إذا بدنا نقول هي جدا مهمة، مثل ما سبق وحكينا عن هجرة العقول قبل شوي، لكن في تجارب مثبتة على أرض الواقع، بعض الشباب يمكن هاجروا إلى الغرب ويمكن كانت قدراتهم خلينا نقول متوسطة، لما انشغل عليهم بطريقة صح وتم دعمهم بطريقة صح صاروا مبدعين. نحن عنا مبدعين فنحن ما بدنا نحطمهم بالنهاية، بدنا ندعمهم إن كان ماديا وإن كان فكريا من كل النواحي. ما فينا ننكر الأهمية المادية كمان اليوم اللي هي طبعا كمان أساس الحياة طبعاً. ما بدنا يروحوا على الغرب وتبلش المغريات تتقدم لهم ويضلوا ببلاد الغرب. نحن اليوم بأمس الحاجة لهي العقول، مبدعون من أجل الوطن يمكن هي تنبهت لهي الناحية وبلشت العمل عليها. قدمهم اليوم التشبيك مع كافة المؤسسات وكافة الجهات ويصير في أكثر من مؤسسة من مبدعون من أجل الوطن لحتى نحن فعلا نبقي هي القدرات داخل بلدنا. كلام كتير مهم وكتير دقيق ويمس الحالة العامة لمؤسستنا.
اللي تفضلتي فيه هو أيضا هدف رسمي. نحن عنا 4 أهداف للمؤسسة. نعم. الهدف الأساسي الثاني اللي تفضلتي فيه هو هدف، يعني عنا مو أنه مجرد أنه رؤية، هو هدف أساسي. نعم. بهذا الموضوع. لذلك نحن منقول المبدع، الشاب المبدع، الشاب السوري هو موجود، وهو يستطيع أن عندما تتوفر له الظروف المناسبة أن يبدع بأفكاره وبمشاريعه. نعم. وهذا شيء مهم جدا عم نشوفه على أرض الواقع، وهلأ عم نشوفه من خلال أرض المهجر وتواجد الشباب السوري، عم ينجحوا اقتصاديا، عم ينجحوا إداريا، عم ينجحوا علميا، عم ينجحوا فكريا، عم يتقدموا على الغرب تماماً. كمان في نقطة تانية بس بهذا الموضوع اللي بدي أقوله، انه الابداع كان في البدايات كان يقال انه الابداع هو خلص بيخلق الانسان هو مبدع. تبينت بالدراسات الحديثه ان الابداع هو عباره عن حاله تراكميه اذا امنا له نحن الارضيه الصح وتم البيئه المناسبه والبيئه وتاهيل هذا الشاب طبعا. بالتوجه اللي نحن عم نفكر فيه بالمدرسه الابداعيه، لانك انت تشوفي الطالب ممكن يكون ما هو شاطر بالرياضيات والفيزياء بس شاطر بشيء ثاني، لكن يا ترى هو بالرسم مميز، هو بالموسيقى قصص. رائع، هو عنده فكر ابداعي. نعم. رائع باتجاهات اخرى. اذا الحاله الابداعيه هي يجب ان تنمى. نعم. لكن لما نحن ناخذها من هو وصغير نعرف نحن توجهه ونوجهه رح يروح. الغرب ينجح بهذه الموضوع طبعا. بهذا الموضوع بانه نحن بيدرسوا الطالب بيتركوه بيقولوا له انت بالمدرسه، بيتركوه مثل ما هو، بيشوفوا توجهه، بيحطوا له كل الادوات وكل الالعاب، بيكتشفوه بطريقه بيشوفوا هو لوين عم يروح، هو عم يروح على اختراع ولا هو عم يروح على رسم طبعاً. ولا عم يروح على رياضه ولا عم يروح على موسيقى. انا بدي اقول شغله، الاستاذ عهد الكنج رئيس اللجنه التربويه بالمؤسسه نوجه له تحيه ايضا، بيقول دائما نحن عندنا كم ميسي في موجود في سوريا. ميسي هو صح. عباره عن 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 حاله، يعني ثروه قوميه وثروة وطنية لبلده، هو بالرياضة. فنحن كم ميسي عندنا نحن ما عم نقدر ناخذ بإيده تماما للأسف. فلذلك هذا هو اللي احنا عم نقوله، باتجاه الذكاء، التعامل معه باتجاه الذكاء. وبالتالي رعاية هذا الإبداع وتقديمه. أكيد. يعني دكتور نحن كثير سعيدين بهذا الكلام، رشا سعيدين إنه في مستقبل لهي القدرات. ونرجع بكل ملفاتنا الاجتماعية، فرح منأكد على نقطة واحدة، إنه دائما الأهل هم أساس كل شيء بنجاح الشخص بحياته، يعني إن كان بالإبداع إن كان بالدراسة. يعني إذا تأسس صح اليوم أنتم حتقدروا تاخذوا بإيده صح، أو مثلكم مثل باقي المؤسسات. يعني دائما نحن بنضوي على دور الأهل، يعني كثير مفروض يكون في تعاون من الصغر ليكون مهيئ بالمستقبل طبعا. يعني لا شك نحن بإذن الله اليوم فايتين، عم نحاول نشبك مع الجهات العلمية اللي هي تعنى بالتخطيط العلمي والمشاريع العلمية، مع وزارة التعليم العالي إن شاء الله، مع مؤسسات خاصة، مع شركات وإلى آخره، حتى نقدر نخدم كل متكامل، نخدم الشاب السوري والإنسان السوري، لعل وعسى أنه نستطيع أن نصل إلى ما نريد أن نصل. نعم. كل التوفيق لك دكتور، أكيد ناطرين النتائج في أقرب وقت، وأكيد رح تكون ضيفنا ونحكي بالتفصيل مع وجود نماذج طبعا. شكرا لك دكتور. بإذن الله. شكرا. دكتور بهجت عكروش، حضرتك رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبدعون من أجل الوطن، ناطرين دعوة منكم كمان لنكون معكم. نحن نتشرف فيكم، نتشرف بكل إنسان سوري حقيقي يبحث عن بناء الإنسان السوري وبناء الفكر السوري. أهلا وسهلا.